احنا هنا بيتم تنظيم لاول مره في الشرق الاوسط اول دوره تدريبيه معتمده في الولاده تحت الميه. يمكن اللي خلانا نفكر في الموضوع ده حاجتين: نسبه الولاده القيصريه في مصر طبعا باين ان هي في ارتفاع شديد جدا، احنا تاني بلد على مستوى العالم نسبه الولاده القيصريه 52%. يمكن كتير من المريضات بيلجأوا للولاده القيصريه عشان خوف من الالم، ففكرنا ان احنا حاجه تكون فيها الالم اقل، وفي نفس الوقت حقيقة في سيدات أجانب كتير مقيمين في مصر دايما بيسألوا على فكرة الولادة تحت المية. فده خلانا نفكر ان احنا ليه ما يبقاش في دورة تدريبية معتمدة. فاحنا معانا النهاردة خبيرة عالمية اسمها باربرا، هي جاية بتشرح للدكاترة دورة تدريبية معتمدة في ازاي الولادة تحت المية، مزايا الولادة تحت المية. يمكن للناس اللي ما تعرفش حاجة عن الولادة تحت المية، هي بتبقى الست قاعدة هنا وبتبقى مليانه ميه دافيه، ميه بتبقى الحراره حرارتها حوالي 37. الميه الدافيه بتساعد على الاسترخاء، بتقلل الالم، بتطلع هرمونات تسرع الولاده، فبالتالي الولاده بتكون اسرع ويكون اسهل، احتماليه ان المضاعفات منها بتكون اقل، ما بيبقاش الدكتور حتى ما بيعملش تدخل، الست هي كانها بتولد تماما. ويمكن الجنين لما بيتولد وهو هنا جوه في الميه هو لسه ما بيكونش يتنفس، هو اول ما نخرجه بره الميه الجنين ساعتها ان هو يبدا يتنفس، فالموضوع بيبقى ماشي طبيعي جدا. احتماليه ان الواحده تتعور من تحت او يحصل تهتك في العجان بتبقى اقل حتى من الولاده العاديه، لان هنا الميه الدافيه بتريح الانسجه فتساعد ان الولاده تكون ماشيه بسهوله ويسر. يبقى الفرق الولاده الطبيعيه الست نايمه على سرير، هنا هي كانها قاعده في الميه الدافيه. هي التكلفة هتبقى زيها زي الولادة الطبيعية، ويمكن الموضوع لسه مش منتشر في مصر، يعني انت لو دورت كده في أغلب المستشفيات اللي سمعنا لسه مش هتلاقي ان هي مش مجهزة. فيمكن هنا ميزة ان احنا نبدأ ان الفكر والثقافة دي تكون موجودة في مصر، لان زي ما قلت لك سيدات أجانب كتير هم اللي خلونا نفكر في الموضوع ده، ان هم اللي بيبدأوا ان هم يسألوا عن الولادة تحت المية.